طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدشداشة البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. إحنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. مع منتصف نهار اليوم الخميس تنتهي الفترة التي حددها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاستقبال السير الذاتية للمواطنين العراقيين الراغبين في التنافس على شغل المناصب الوزارية في حكومتهم. هذا الإجراء إجراء جديد لم يعني تألفه أي من الحكومات السابقة، لا قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولا بعد الاحتلال، وسط طبعا تسريبات بأن القرار اتخذ كخطوة استباقية من قبل عبد المهدي لمواجهة ضغوط كبيرة يتعرض لها إزاء حقائب حكومته الوزارية. في هذا الصدد استقبل أو تم استقبال خلال الساعات الـ 24 الأولى من فتح باب التقديم أكثر من 200 طلب، غالبيتها كما يقولون لأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بينهم مقيمون خارج العراق. من المقرر أن يبدأ عبد المهدي بدراسة السير الذاتية وتقديم الأنسب منها لبعض الكتل الدائمة له للحصول على دعمها أيضا في تقديمهم إلى البرلمان على رأس الوزارات الجديدة، إلا أنه وبالمقابل هناك كتل سياسية مختلفة جهزت قوائم مرشحيها للوزارات وتستعد لتقديمها إلى عادل عبد المهدي. في هذا السياق ذكر قيادي في تحالف الإصلاح لصحيفة العربي الجديد بأن من أبرز المرشحين للوزارات الآن هم الكتل الكردية والسنية وقوى عدة في تحالف الفتح، من أبرزها حركة صادقون الجناح السياسي لميليشيا العصائب التي تتبع إيران عمليا، إضافة إلى كتلة دولة القانون التي تسعى أيضا لإعادة زعيمها نوري المالكي في منصب نائب رئيس الجمهورية أو منحه رئاسة تحالف الفتح البرلماني الذي يعد أبرز أقطابه مع هادي العامري، وهو تحالف مدعوم من إيران كذلك. كشف بأن الحديث الحالي حول الضغوط التي يواجهها عبد المهدي تتعلق بتلك القوى فقط دون غيرها، لكن كل هذه القوى من تحت الطاولة يعني متفقة بسبب خشية الكتل الشيعية من النجف الداعم حاليا لعبد المهدي وحرص الكتل السنية على أن تبقى أمام جمهورها بمظهر حاملة برنامج إعمار وإصلاح أوضاع المناطق السنية كما تدعي، وأنها لا تسعى للمناصب بقدر ما تسعى إلى البرامج. في المقابل برزت تصريحات من أعضاء أحزاب شيعية أبرزها منظمة بدر بتمسكها بوزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة خدمية ثانية، فيما تتمسك الكتل التي تدعي تمثيلها إلى أهل السنة بوزارة الدفاع بالإضافة إلى الصراع بين كتلة العصائب والفضيلة على وزارة النقل. هكذا على المستوى الكردي طبعا حول استحصال وزارة المالية بالإضافة إلى دخول الحزب الشيوعي على خط السعي للحصول على وزارة بين أو وزارتين إما الثقافة أو العلوم والتكنولوجيا، حسب ما نوهت إليه تسريبات عن مصادر مقربة من مفاوضات الكتل السياسية في العاصمة بغداد. ولم يستطع عضو كتلة بدر حامد عباس إخفاء العمل السري لحزبه وباقي الأحزاب بشأن تقسيم الوزارات، وقال في تصريح صحفي بأن الحقائب الوزارية ستوزع على أساس النقاط لكل كتلة وفق ثقلها بعدد مقاعدها في البرلمان، وستكون آلية توزيع النقاط مختلفة عن الحكومات السابقة من ناحية الاحتساب والتوزيع، لافتا إلى أن كل كتلة لا يمكن أن تتجاوز عدد وزاراتها الاثنين أو الواحدة، وأن بدر ستحصل وفق عدد مقاعدها على وزارة الداخلية إضافة إلى إحدى الوزارات الخدمية. تعليق حامد عباس أثار حفيظة نواب سياسيين
ونواب سابقين في البرلمان رهنوا تغير الوضع بمدى نجاح عبد المهدي بمغادرته المحاصصة الطائفية وإنهاء التدخلات الحزبية. في هذا الموضوع قال النائب أرشد الصالحي بأن الأحزاب السياسية لا تزال تتفاوض فيما بينها من أجل الوصول إلى مرشحين أكفاء، كما قال، لتسليمهم الوزارات الجديدة، وإلى الآن لا تبدو الضغوط الحزبية قوية على عادل عبد المهدي، ومن المؤكد أن تمارس بعض الأطراف السياسية ضغوطا واسعة وكبيرة على الرئيس المكلف لتمرير بعض الشخصيات للوزارات. أضاف إلى أنه من المفترض أن يلغي عبد المهدي الهيئات المستقلة في مجلس رئاسة الوزراء من خلال التعاون مع مجلس النواب وعدم استقدام الوزراء السابقين، وكذلك تغيير الكثير من الوكلاء والمدراء العامين الذين مضى على وجودهم في مناصبهم أكثر من 5 سنوات. لذلك يجب إعطاء عبد المهدي كما يقول القدر الكافي من الحرية ليمارس دوره في اختيار الوزارة. لفت إلى أن حكومة الاختصاصات والتكنوقراط لابد أن تراعي مشاركة جميع مكونات الشعب، بالإضافة إلى عدم إهمال التوازن المكوناتي كما يقول. الآن هو يعود إلى موضوع المحاصصة وأن بعض الوزارات مهمة، ويجب أن يكون هناك توازن بين المكونات في الحكومة الجديدة واستحداث منصب جديد كما يقول، وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون المكونات العراقية. يعني هو في الأول يقول يجب أن نبتعد عن المحاصصة، وبعدين يقول لك لازم إحنا نراعي المكونات وتخصيص منصب جديد نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لشؤون المكونات. في غضون ذلك، كشف مصدر ضمن اللجنة التفاوضية في تحالف البناء عن سعي الأحزاب التي تدعي تمثيلها لأهل السنة بقيادة محمد الكربولي وخميس الخنجر للحصول على وزارتي الدفاع والخارجية وكذلك التعليم العالي والتخطيط، كما تسعى إلى الحصول على بعض الهيئات المستقلة، ولكن لغاية الآن لم تحسم قضية منح أي مكون أي من الوزارات، لأن المفاوضات لا تزال جارية بين القوى السياسية. ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يعني أوضح في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن عدم جمع السنة في قائمة واحدة أو وفد التفاوض موحد سيقلل من حظوظهم في الحصول على وزارات أكثر، خصوصا بأن جزء كبير منهم أصبح حليفا لقائمة الفتح ودولة القانون. معنا اتصال أبو عبد الله من بغداد. تفضل أبو عبد الله. أم عبد الله من بغداد. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقناتكم وللعراقيين الشرفاء. أهلا وسهلا. أستاذ، يعني هاي مشكلة تقديم السلة الوزارية، طبعا هاي مشكلة صار لنا كل 4 سنوات إنه هاي نفس المشكلة. هسه بالوقت الحاضر انه على اساس انه فتحوا المواقع الالكترونيه لاختيار ذوي الخبره وما ادري ايش، كلها كذب، كلها تخدير لعقول الشعب العراقي والشعب العراقي. ماكو شيء صدق. انت تعرفون كل زين انه هم نفس الوجوه من 2003 الى الان. يعني بالنسبه الى المناصب، اصلا راح يستحدثون مناصب جديده ما موجودة على الواقع، ووزارات يعني هاي عادي يعني نفسها. بس اختيار كان عادل عبد المهدي يعني شلون هو حالة اضطرارية، ليش؟ لأنه العراق ترى يعاني في أزمة كلش قوية. يعني أولا عدم التوافق اللي موجود بين الأحزاب، وبعدين المشاكل اللي موجودة في العراق هي كلها قنابل موقوفة أمام عادل عبد المهدي. أستاذ، القضية هي قضية، ليس قضية عراق أو قضية وزارة، قضية وطن. ترى وطننا إحنا مذيوع من زمان، من إجوا 2003 باتفاق مع أمريكا ومع إيران ومع إسرائيل. هسه أنه إحنا إذا ما نتخذ النقاط الأساسية ونعتمد عليها في محاربة والاحتفاظ بسيادة العراق ومحاربة الحكومة أو شلها كلها شلع قلع، ترى العراق مثل فلسطين لا أكثر ولا أقل. هم متفقين على أنه يضربون كل العناصر الوطنية الموجودة في العراق وفي سوريا وبالنسبة إلى مصر. انتهت مصر، قضوا على المقاومة،
فلسطين قضوا على المقاومة، بقى بس العراق هو الثقل اللي كان ضد أمريكا وضد إسرائيل بالدرجة الأولى. دخلت إيران اتفقت وياهم ترى العراق انضاع، إذا ما نصير أي وحدة إحنا كعراقيين ونحافظ على سيادة العراق. بعدين أكو نقطة أخرى، التواصل اللي موجود بين العراقيين وبين اليهود في فلسطين، هذا التواصل موجود وإلى الآن يقومون بعملية تنظيم رحلات بين إسرائيل وبين العراق. يعني هاي يعني شو معناها؟ يعني أنتوا يا وطنيين بعد ما أنتوا انتهى. بعدين الشباب العراقي ترى أكثريته مع احترامي للشباب الشريف واللي دي جاهد هو في العراق وفي البصرة، هم كلهم صاروا شخصيات متزعزعة. نشوف الانترنت اللي قضى على أهم شيء هي الغيرة العراقية، نشوف الاتصالات الليلية اللي موجودة بين الشباب والشابات الأمريكيات والروسيات والإسرائيليات على قدم انطلاق، لا بقت شرف ولا بقت شيء. ترى العراق انتهى، أقول لكم بقى بس نفر في البصرة والجنوب والمناطق الغربية والأكراد منفصلين خلصانين. فإحنا ترى فلسطين ثانية، انتهى العراق يا عالم يا عرب. وبعدين آني يعني أقول يعني العرب ليش مثل ما سووا مشكلة فلسطين وصارت المشكلة وضاحت فلسطين من عندنا، ليش هسه نفس المشكلة اللي سووها ويا العراق؟ إنه الدول العربية والحكام العرب كلهم ساكتين، يحافظون على وحدة العراق ولا على وحدة الوطن العربي ولا على سيادة الوطن العربي ولا على القيم، كلهم خايفين من أمريكا، خايفين من أجل المناصب. الشعوب راحت انتهت، الفقر منتشر، الغيرة انتهت. بعد شك شو تريدون يا عراقيين؟ والله من بعد الغيرة ترى أنا ما أقدر أعيش. بعدين حتى الأخضر يمكن أقول يعني هو هذا تصرف، هو هذا تصرف من إذن أنتوا يا عراقيين، يا عراقيين أهل الغيرة شوية خلي غيرتهم تكون أكثر، حافظ على العراق. ترى إذا ما حافظ على العراق انتهى ولا هو منتهي، مع الاعتذار. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. مع اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. أبو فيصل تسمعني؟ يبدو أنه انقطع الاتصال مع أبو فيصل. حسن من واسط، تفضل حسن. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. أولا أنت حياتنا لكم وقناتكم الموقرة. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. بالنسبة لتشكيل الحكومة العراقية اليوم، هاي أصبحت مشكلة كبيرة لدى العراقيين، أن المشكلة اليوم تشكيل الحكومة العراقية ما جاي يصير بعيادة عراقية. نعم. كل اللي يجي بالعملية السياسية هو ولاء للخارج أخي العزيز، ولاءاتهم أصبحت بالخارج. اليوم العراق بمأزق كبير. أنا من الناس أقسم بالله كلها ورسوله، لو يطوني لجوء ذاي دولة اليوم أقدم لجوء وأروح. ما أنا حقوقنا اليوم كعراقيين كل حقوق ما أنا اليوم العراق أصبح بلد مشتت مقسم، دول الخارج تتدخل به تقسيمات، ولاءات الخارج ما عندهم ولاء للوطن نهائيا ولا للشعب. هاي العملية السياسية بأكملها عملية فاشلة أخي العزيز، عملية فاشلة توزعت تحت طائفية تقسمية تعددية. يعني مشكلة يا أخي يا عمر، مشكلة والله العظيم مشكلة. نعم. محافظة البصرة، محافظة البصرة اللي هي أغنى محافظة بالعراق اليوم تعاني معاناة، وكأنما أريد أوصف لك يعني هاي الدول ما ماكو يعني إذا تريد تجيب أي دولة مرت بأزمات ما مرت على حال البصرة. ليش يا أخي؟ خيرات البلد وين جاي تروح؟ يعني هل من المعقول 16 سنة صار لنا في هاي العملية السياسية البلد ما استقر؟ لا حاكم مستقل ولا رئيس وزراء مستقل ولا رئيس جمهورية مستقل، كل اللي يجي يصير باسم فلان وفلان وفلان، ما هامهم العراق نهائيا. يعني عجزنا من الكلام يا أخي عمر، عجزنا من الكلام والله والله. يعني شو تريد تعبر عليهم؟
ما تقدر ما تقدر. نعم. يعني أنت برأيك هاي الأربع سنوات القادمة في ظل حكومة جديدة يرأسها عادل عبد المهدي لن يحدث أي تغيير في العراق؟ حسن؟ أخي عمر، أخي عمر، أقسم بالله في الله أنا طيب وأنت طيب إذا الله خلانا في هاي الحياة. الإحباط ما راح ينهض نهائيا إذا ما تخرج هاي الأحزاب، إذا ما تخرج هاي الأحزاب الحاكمة بالبلد، لأنه دمار البلد يا أخي يا عمر هو سبب الأحزاب. وخلي يسمعني كان من يكون، خلي يسمعني كان من يكون، هذه الأحزاب هي دمار للبلد، لأنه البلد ما جاي ينهض بسبب هاي الأحزاب الحاكمة واللي هي تتربح حولها الخارج. ما تشكل حكومة عراقية بحتة من كفاءات، من ناس نزهاء شرفاء مهنيين، هيهات يخلوهم أخي عمر، هيهات يخلوهم، هيهات يخلوهم. أنا أشكرك حسن من واسط كان معنا. أبو فيصل من السعودية عاود الاتصال بنا، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. وحالك أستاذ عمر؟ أهلا وسهلا بك. والتحية لك وتحية لقناة الرافدة وتحية للشعب العراقي وتحية لمشاهديكم. حياك الله يا بالنسبة حبيب. لمهزلة حكومة ما يسمى بحكومة العراق هذه المجرمة التي هي هم أصلا هم ضد الشعب العراقي. هو رئيس الوزراء هو قاتل مع إيران ضد العراق، ورئيس الجمهورية هو صوت لصالح انفصال كردستان عن العراق. فهذه العملية هي نفس الوجوه ونفس العمالة على الشعب العراقي أن يقوم يستمر. ورب إذا بقوا هذولا فسوف أخص من ولاية العبادي وأخص من الجعفري، نفس العملية. فعلى الشعب العراقي أن ينهض ويغير هذه الحكومة المجرمة التي هي ولاها ليس للعراق، وإنما هدفها هو تدمير الشعب العراقي. وحي لك وتحي للعراق. حياك الله وفيصل من السعودية كان معنا. يعني فقط للتصحيح بأنه إحنا قلنا المفاوضات يعني لا تزال جارية بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. المصدر في تحالف البناء قال بأنه عدم جمع السنة في قائمة واحدة أو وفد تفاوضي موحد سيقلل من حظوظهم في الحصول على وزارات أكثر. طبعا مثل ما أشرنا قبل قليل بأنه تقسيم الوزارات ومطالبة كل كتلة لهذه الوزارات والحصول على وزارة، التسريبات تقول بأنه لن تحصل الكتل السياسية على أكثر من وزارتين، يعني إما يأخذ وزارة أو يأخذ وزارتين. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. تقسيم الوزارات سيكون بحسب التسريبات عن طريق النقاط. القوى السنية تبحث حاليا كما يعني أوضح المصدر في تحالف البناء عن شخصيات جديدة وشبابية لترشيحها للوزارات التي ستحصل عليها، ولا ترغب بإعطاء أي شخصية قيادية معروفة أي منصب في الحكومة الجديدة. هذا ما تعمل عليه كذلك القوى الشيعية. من جهتها أكدت ندى شاكر من ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي بأن اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة هو الحل الأفضل، كما قالت، في ظل تصاعد الصراع بين الجهات الشيعية الشيعية والسنية السنية والكردية الكردية. اعتبرت بأن الكرة حاليا بملعب عبد المهدي ولا توجد ضغوط كبيرة عليه كما في الحكومات السابقة، ومن حق الكتل السياسية تقديم مرشحين للوزارات ومن حق عبد المهدي القبول بها أو الرفض. تابعت بالقول بأن الأحزاب التي لن تعرض أسماء معينة لمناصب وزارية يشغلها
سؤال واحد، هو من أين سيجلب عبد المهدي تشكيلة أو تشكيلته الوزارية، وهل سيختارها وفق معايير النزاهة والكفاءة، أم أنه سيخفف في ذلك أو سيخفق في ذلك وبالتالي تخسر الأحزاب الممتنعة عن تقديم مرشحين، وهو أيضا يخسر التوقيت الدستوري في اختيار وزرائه؟ وأشارت إلى أن الكتل السياسية التي أعطت الثقة لعادل عبد المهدي كي يصبح رئيسا للوزراء تعهدت لحيدر العبادي بأن يختار بين منصبين، وتكون من حصته يعني بعيدة عن الاستحقاق الانتخابي هما أما نائب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية. يعني احتمال حيدر العبادي راح يصير وزير خارجية خلفا لإبراهيم الجعفري، تقول نظرا لعلاقاته الجيدة مع باقي الدول، لكن العبادي حتى الآن لم يحسم أمره. يعني احنا دا نشوف الوضعية في العراق من عام 2003 ولغاية الآن، يعني يطلع رئيس وزراء يصير نائب رئيس الجمهورية، يطلع رئيس وزراء يصير وزير خارجية، يعني لازم يشلب المنصب ما يقدر، يعني لازم ياخذ منصب ما يقدر. الموضوع موضوع تشكيل الحكومة، موضوع تشكيل الحكومة، احنا كنا نتذكر تقريبا بأنه دائما طبعا نتحدث عنها في حلقات برنامج صوتكم، بأنه تشكيل الحكومة دائما ما يعني يطول، يعني ياخذ ست شهور، ياخذ سنة ربما أكثر. وهذا الموضوع اللي أثير أنه فتح استمارة إلكترونية للتقديم إلى أحد وزارات الدولة مفتوحة لكل أطياف الشعب العراقي، يعني هذا أمر صراحة يعني من جانب الناس تقول لك يعني هذا أمر جيد ويدل على تقدم وتطور، لكن بالفعل يعني ماكو هيك حكي بكل الدول المتقدمة، لا يوجد هذا الشيء. هناك تدرج وظيفي، هناك الحكومات المحترمة لديها يعني شخصيات معروفة، أكاديميين مثلا وتدرجوا في سلك الدولة، عندهم خدمة، عندهم يعني قدرة على الإثبات بأنهم نجحوا في مناصبهم، وبعدين يرشح إلى وزارة إلى إحدى الوزارات في التشكيلة الحكومية. معنا اتصال أم أحمد من السليمانية، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. اهلا وسهلا بيك. وعليكم السلام. الله يخليك. احنا اذا على هاي الحكومه ترى هاي كل يوم راح تفتح لنا فشيء جديد، مره الكهرباء ومره الماي ومره داعش ومره كل يوم قصه جديده، وهسه راح تفتح لنا هسه بارتحال العمله الجديده. بعد ازمه الكهرباء وازمه الماي والازمات الامنيه جاء الدور على عمله العراق الدينار بأزمة جديدة سوف تنكشف خلال الأيام المقبلة، وسنشوف وستبدأ أول بوادر هذه الأزمة على العملة العراقية يوم الخميس، حيث يجتمع البرلمان العراقي للاستجواب مع عقب البنك المركزي العراقي ظاهريا، وكما يبدو من الضجة المفتعلة وصياح السياسيين لأنه كتب اسمه على كل فئات العملة الجديدة وليس الفئة الصغيرة فقط ليخلي ذكره هذا ظاهريا، أما باطنيا فمصيبته أكبر حتى نشوفها، وستصيب الشعب العراقي بالذهول وتنسبه أزمة داعش حتى هاي كلها هذه اللي استعلوها هاي اقتصادية في أما كما هذا طبعا الحقيقة هذا شو صارت؟ صارت بعدها في بداية عام 2003 طبعت السلطات الائتلاف العملة العراقية الجديدة، وكانت كمياتها أي فئات النقد محددة ومراقبة ومسيطرة عليها من قبل سلطة الائتلاف، وتم طبعها في مطابع دي لور في إنجلترا بعد عام 2011 طبعا هذا التقرير بعد أن يخططوا على الغزو على العراق كان في إنجلترا، هذا كله كان مخطط، كل هذا كان مخطط. 2001 قرار رئيس وزراء نور المالكي طبعت أوراق نقدية جديدة بعد إزاحة المحافظة سنان الشبيبي وتعيين على علي العلاق محافظة ووكالة، وتقرر إضافة شريط أمانة إلى العملة والعجة هي حماية من التزوير وهي لصالح إيران، راح العراق بعد يعني للهاوية حتى هسه راح تصير بعد خلي ينتظر الشعب
البحر وخلي يشوف بعد عملتنا يعني راح يساوون الدولار مالتنا اللي تستفاد منه ايران يعني عملتنا راح كلها تروح. نعم هذا يوميا احنا الجديد ترى راح يطلع لنا. احنا هاي حكومه فاسده من جذورها ماكو بعد شي صالح. لا تقول لي شي وزين ما طول هم جوي ويا الاحتلال واحتلوا العراق وقبلوا على نفسهم يجي اجنبي يحتل عراقك هذا بعد مستحيل. هذا بخير هذا ما بخير ذولا اللصوص ذولا الدليل التحطيم ذولا قلع. لا والله لا زياد ولا عبيد لا من السنه البرلمانيين والبرلمانيين كلهم ولا من اليزيدية احنا ويتشنا ولا من المسيح ما طول ارتضوا على نفسهم احنا قريب ويتشنا كل شيء. احنا كنا وطنيين كان الوزير المدير العام الشيء عمين كان وطني كنا طبعا المدير العام كان طابين انا موظف عادي هسه مدير العام تولي قدام شوية حمايته مدير عام ملاحظ انت ما تقدر تحكي وياه سيارته وتشوف الحمايه واكبر سيارات عمي ترى ايش دعوه وهاي كلها شنو بس اللي تخط طبعا بالحزب والمداخل بالحزب لا والله لا والله فقير ونايم نقول هنا برا بالبراري بحر بردها بالخيام نايم بس الداخل ويا باطهم ولو تصير حرامي مثلهم انت يا خوش عادمي ما تصير حرامي وتصير خوش عادمي ركبوا لك تهمه ويسووا لك فتبسته جديده ولو يطلعوك لو يختالوك لو يضموك. محمد اريد اسال السؤال هو على موضوع العمله انت فتحتي هذا الموضوع موضوع تغيير العمله وعلي العلاق كتب اسمه على العمله وغيروا شعار اول دينار يعني سك في الدوله الاسلاميه اللي مكتوب عليه قل هو الله احد ولا اله الا الله محمد رسول الله تم تغييره الى صوره الاهوار معروف علي العلاق جوي حيدر العبادي وهسه حكومه حيدر العبادي خلصت مهمتها واجا عادل عبد المهدي ليش بهذا التوقيت اختار علي العلاق هذا الموضوع كتابة اسمه على العملة الورقية العراقية وتغيير يعني رسومات معروفة لدى العراقيين من عشرات السنوات؟ هو ماذا أقول لك هو تغيير هي كل اللي صالح هي مضاعفة من الرقم المعلن أنه اتفاق مع الحكومة الإيرانية أي طبعا كان الهدف منه إيجاد كتلة نقدية من الدينار العراقي موازية رسميا مرقمة ومعترف بها دوليا لأن الحكومة العراقية قد طبعتها بإشراف وموافقة هذه الكتلة الموازية من الدينار العراقي موجودة بكميات وهلة وهو يعدهم هاي نقدية بمئات التريونات الدنانير وخلوها هاي كلها لصالح إيران وطبعها كنا نطبعها بسنت بالهند عمي بالهند الطباعة بالهند حصوها بخمسة دولار وأضعاف وهسه تهسه مكدسة للعلم يا شعب العراقي ترى يوميا راح يطلعوا لكم شكل مرة كهرباء مرة ماي مرة داعش مرة هسه راح يطحرنا احنا العراقيين يا شعب قصر سنة وشيعة تمزقون النسيج الاجتماعي لا تمزقون النسيج الديمغرافي والله حرام ترى راح يطيحنا احنا العراقيين ترى بس هم المستفادين وباشر يقولون مع السلامه ويروحون هم كلهم اهليتهم وولدهم خارج العراق انا ترى بس احنا الفقراء بس احنا الشعب العراقي المظلوم ديروا بالكم توحدوا يا شعب يا وطنيين يا اهل النخوه يا اهل الجنوب يا ترى والله ايران ما تحبكم عن الله ما تحب العربي ترى إيران ما تحب العربي سواء سني شيعي مسيحي مجرد عربي ما تحبه الله وكيل ما تحبه ترى وخلي نقولها أمام الكل أمام علني عمي إيران ترى تفرد بدم العربي بس هذا كله استغفال شنو هذول الزيول مالتها العبيد إذا ما ينفذون يقتلوهم ومستفادين من عندهم وخلي تديروا بالكم ترى عملتكم راح تروح ترى بلدكم راح يروح وعلي السلام عليكم. شكرا جزيلا ام احمد من السليمانيه كانت معنا. خلونا نقرا بعض رسائل الواتساب. يقول ابو عمار من السويد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول استاذ عمر لا جديد في المشهد العراقي لان الفاسدين والمجرمين لا زالوا
في السلطة وعبد المهدي لا يستطيع فعل شيء لأنه فشل في إدارة النفط ونائب رئيس الجمهورية وسيفشل في رئاسة الوزراء حاليا. رسالة أخرى يقول فيها أخ عمر: ماذا بقي للشعب؟ يعني بس المهم اللطم والبتشي والوطن والكرامة والشرف أين؟ يقول: يوميا الكل يتحدث ويشكو في القنوات. هل إسرائيل، يتساءل، هل إسرائيل الكافرة تعاملت أو تعامل الشعب الفلسطيني هكذا؟ أين المراجع من هذا الظلم والنهب؟ والله العمايم جميعا يتحملون كل قطرة دم وكل مظلوم وشرف كل حرة وكل يتيم، كما يقول طبعا بدون ذكر اسمه. محللون سياسيون رأوا بأن عملية تشكيل الحكومة حاليا خطين لا يشبه إحداهما الآخر. الأول يتمثل بجهات سياسية وكتل تدعو إلى أن يكون اختيار الوزراء من خلال عبد المهدي من دون التأثير عليه من قبل الأحزاب عبر أسماء بعيدة عن الانتماء الحزبي للكتل البرلمانية، وهذا يعطي الفرصة لرئيس الوزراء لكي يختار بحرية. وكذلك بأن الخط الثاني لهذا المسار هو يتمثل بالأحزاب التي لا تزال مرتكزة ومتمسكة بخيار المحاصصة والحصص الحزبية والطائفية عبر ما يسمونه الاستحقاق الانتخابي، وقد يضطر عبد المهدي كما يقولون في النهاية إلى الاختيار من بين الأسماء التي تشترطها الأحزاب السياسية. معنا اتصال من بغداد، أبو مهند من بغداد، تفضل أبو مهند. أبو مهند تسمعني؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. طبعا بالبداية نشكرك على هذا البرنامج الطيب. حياك الله يا هلا بك. وهذه قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. أكيد أن هذا البرنامج هو يوصل يعني آراء المواطنين حول هذه الحكومة الهزة. نعم. هذه الحكومة جاءت من قبل الأمريكان وأعوانها الإيرانيين الفرس المجوس. إحنا كل ما تجي حكومة ما تقدم برنامج يخدم الشعب، بل تقدم برنامج في سرقاتهم وعمالتهم للأجنبي ويدعون أنهم وطنيون. فهما حاولوا أن يقدموا لأنفسهم الديمقراطية والوطنية وغيرها من التسميات، فهي واجهة لهم مواجهة للشعب، والشعب يعرفهم كل شخص واحد منهم، يعني كل واحد منهم بنعرفهم احنا زين، من جماعة إيران إلى جماعة أمريكا إلى جماعة الصهيونية، فما نحصل عندهم خير في هذه الأمة. وشكرا. نعم، أنا أشكرك أبو مهند من بغداد كان معنا. أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قناة الرافدين البطلة. الله يحييك يا أهلا وسهلا. هي تشكيل الحكومة، هي كل حكومة جاءت الشكل، يعني هي من بداية من 2003 لحد الآن هي كلها حكومة فاشلة وفاسدة. فإحنا نوجه نصيحتنا للشعب. أولاً المظاهرات اللي يسويها الجنوب أو الوسط أو كلها فاشلة. وأولاً عيب علينا بعد لا نسوي مظاهرات. ليش؟ لأنه إذا نسوي مظاهرات بيضربوننا بالأسلحة بالرصاص الحي. لأن إحنا ليش البطل ويقول أنا مواطن ويقول أنا حق بطني ويقول أنا ثوري يطلع بالسلاح على ذول الفاسدين؟ لأنه ذول ما فشارة. وحتى لهم هاي المظاهرات بيزدادوها وبيضربوها وبيحركون إيران عليها. وبالنسبة للجنوب أخواني، ترى والله العظيم إيران ما تحبكم، إيران ترى عدو للعراق وللعرب كلها. فيا أخوان، يا أخوان، أصحوا على نفسكم واصحوا على دينكم واصحوا على مبادئكم. هذا العراق، العراق العريق الوطني، يقول لك هذا الوطن عرض، الأرض هاي عرض، شبهوها على عرض الواحد، لا تبيعون أرضكم. حتى أنتوا بلدعنا، بس هسه ما يجيكم واحد أجنبي يقولكم السنة صار قرن لازمين الحكم. مثل يوم واحد من الحدود قدر يجيب مخدرات، لا غير مخدرات. احنا قلوبنا عليكم، والله يا اخوان قلوبنا عليكم. ليش انتم بزمنكم وبحكمكم هالشكل صار بالعراق؟
اي مو هاي ما يصير، ما يصير يعني خليت العراق مضحكه للدول وخليت شو اسمه يعني ما يصير. وثانيا اهل، وثانيا اهل البصره من ضربهم؟ ترى ضربوهم ولدهم. هو الجيش منو؟ الجيش ولد الجنوب. ولدكم بيضربونكم، يضربون بيقشرونهم بالفلوس، ينطونهم كذا مليون وهذا شنو يضرب اهله. انتم الجيش، الجيش ليش الشكل هذا؟ مو حرام عليكم؟ مو ذولا الجنوب اهلكم؟ عم ليش تقتلونهم؟ يعني هذا يعني ما تقدرون تسوون اقتلاب الحكم وانتم بالخضراء؟ ما تقدرون؟ وهذا عندكم اجر عظيم. نعم. اجر عظيم اذا تصون هاي الطقنه الفاسده. نعم مفهومه فكرتك. ابو فهد، بالنسبه لموضوع تشكيل الحكومه، برايك تشكل بسرعه حكومه عادل عبد المهدي لو تاخذ لها وقت؟ والله يا استاذ عمار بالله العظيم احنا اخذت وقت واللي شكلت. احنا العراقيين انا اقول لك بس المستفاد يمكن واحد بالالف او اثنين بس، ذول يفرحون تشكيل الحكومه. احنا نفس الشيء اذا شكلت او ما شكلت نفس الشيء الحكومه ايش راح تسوي لنا؟ ام راح سرقه وبوق عباره يعني يصدون الشعب او 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 يسوون فشيء؟ هذا مستحيل. يعني احنا شلون هذا ما يذب بسراب ويروح تبص الارض؟ احنا قاطعين نفسنا من هاي الحكومات ونفس الوجوه. هم نفسهم مش بدلوا بين الجنوب، الجنوب ويقولون احنا نسمع السستاني اننا نطيعه طاعه عمياء. لما يطيعون طاعه عمياء مو قالوا مجرب لا يجرب؟ نعم. يعني 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 شنو شو شغله زينه يطيعون بها؟ يعني يروح يقاتلون السنه يطيعون والله على السستاني طالع فتوى؟ عايش طلعت هاي؟ لا ما يسمعون لا سستان ولا غيره. وسستان شنو سستان؟ نبي؟ قوم نبي. عمتوا هذول كلهم يقشمرونكم، دول كلهم جايين لاضطهادنا، دول كلهم جايين لتدميرنا. الله وكيلكم كل المعممين اللي بالجنوب. يعني شو اقول لك؟ نادرا بهم واحد خير وخوش ادم. دول جايين كلهم يستهدوننا، ما جايين على يستفادون عندنا. ولا هو سستان هسه ما يقدر يقول دعوة تامة لجميع العراقيين حتى السنة، قوموا خلصونا من هاي الحكومة الفاسدة، خلصونا من هاي الحكومة الفاسدة. والله احنا اول العالم نقوم، بس الشيعة تقوم ويانا اول العالم نقوم حتى لو بالمقوار نكاون. ترى بالله العظيم الرجال اذا صر صر تصب وتاخذ حتى اسلحتهم. بس 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 ما ينطي هاي الفتوى، ما ينطيها لانهم استفاد. نعم استفاد، شلون ينطيها؟ أنا أشكرك أبو فهد من الطارمية كان معنا. النائب أحمد الحاج رشيد قال بأن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون موازنة 2019 المالية لمجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه. أضاف بأن الإيرادات المتوقعة تبلغ أكثر من 105 تريليون دينار عراقي مقابل مصاريف متوقعة تبلغ أكثر من 128 تريليون دينار. أشار إلى أن نسبة العجز المتوقعة تبلغ أكثر من 22 تريليون دينار، فيما قدرت الموازنة التشغيلية بأكثر من 95 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية بأكثر من 32 تريليون دينار. وأكد رشيد بأن نسبة حصة كردستان العراق من الموازنة بلغت 12.67%، أي نحو 9 تريليونات دينار. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا. بالحديث عن الموازنة، احنا قبل الفاصل تكلمنا عن مشروع الموازنة، تم إرسالها إلى رئاسة الوزراء لتصديقه.
الموازنة نتذكر أنه العام الماضي لما نهاية 2017 على 2018 تم إقرار الموازنة، كان البرميل سعر البرميل النفط يعني تقريبا ما يتجاوز 46، اليوم يعني تقريبا من 4 أشهر ارتفع سعر البرميل. هذه الزيادات لا نعرف أين سوف تذهب وأين ذهبت، أين ذهبت هذه الزيادات، مع العلم أنه في موازنة عام 2018 وزارة المالية في ذلك الوقت أصدرت بيانا واضحا بأنه لا وجود لأي تعيينات في العراق بسبب العجز الموجود في الموازنة. مع ارتفاع أسعار النفط لا نعلم أين ذهبت هذه الأموال، و يعني لم تفصح لا وزارة التخطيط ولا المالية. المفروض أنه عندما ترتفع الأسعار يعني أنت كل شهر ترتفع عندك الموازنة، الموازنة المالية للبلد من إيرادات النفط، لم يتم تعيين أي خريج في عام 2018. التساؤل هو هل سوف يتم إطلاق تعيينات جديدة في العام 2019 مع هذه الموازنة أم لا، أم فقط سوف تخصص لي الرواتب والامتيازات والرواتب التقاعدية للنواب والوزراء؟ هذا اللي شفناه احنا في السنوات الماضية ويبدو انه سوف يتكرر في عام 2019. معنا اتصال ابو مصطفى من الموصل، تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك استاذ عمر العزيز. الشعب اذا ظل ينظر هاي مو حكومه، احنا سبق وان قلنا حكومه، هاي مو حكومه، هذول ميليشيات عصابات الله يذبهم علينا. قد مشينا اعمالنا ما نعرف الله سبحانه وتعالى العقوبه ام امتحان، بس ما اعتقد يمكن عقوبه. فانت من تنظر هاي حكومه، هذا الشعب ليش نايم؟ بين محافظه ومحافظه جمرك البضاعه، انتهى الشعب، انتهى المواد الاحتياط الغذائيه على اساس ابن البهش الساعة. هذا الجعبري يقول قليلة 41 حسيوها 100، ولك هي ويا أبسط المقومات ما تقدمها أنت من يجيب المية، يعني التم كله كسباير يجيبون لنا كل شهرين ثلاث يلا يجينا مرة، الطحين كله كسباير كله من هذا المقمل اللي بيدود وين نوكل، ترجع أنه بدأ الزيت كله كسباير يبدلونه بالتجار، البنزين كانت بالمدادة كلها في اثنين يضربون على الشعب ويغشوا يجيبون من هذا اللي يسمونه في لقى بالمنطقة الشمالية يخلطوه، ترجع النوب اعتقالات دق قتل اغتيالات سرقات داخل هم نفسهم الحكومة يسرقون. طيب ايش ظل بهذا البلد؟ كل شيء ما ظل، ما ظل علينا الا نخرج نوضع نخلي هذا البلد لهم، هم المجوس هذول اللي كانوا يعلمون سادة هذول الخمينية، بس هم الدجال يظهر من خراسان، ما خراسان معدهم، فالظاهر هم هذول بدينا علامات الساعة تقريبا الصغرى كلها بانت، فالظاهر هم كلهم دجال هذول من الخمينية ومن إلى 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 مجلس الزندقة اللي بيقوموا طهران، بترجع النواب حطوا ليولهم هنا عرب الخشاء في بغداد يذبحون بالناس، بغداد جحيم. بغداد القوي يجي تطبق عليك سيارة، من شافك انت سيارة زينة فخمة طبق عليك، جيب اللي بجيبك، جيب الموبايل، إذا رحموك ما يقتلوك، إذا ما رحموك يقتلوك شنو يخلونك. نعم أبو مصطفى تسمعني؟ إن أوحش من الغابة ما يوحوش. نعم، يعني أنت ما تتوقع أي تغيير في الحكومة القادمة، حكومة عادل عبد المهدي؟ مستحيل الشارع، مستحيل. إيران سرطان صاير بالدم العراقي، صاير هذول المجوس سارين في شراييننا، مستحيل ان نقدر نتنفس الا اذا عرب الشيعه يبطلون من المجوس، وانا ما اقول لهم انتقادا انما اقول لهم شيمه لهم وللعرب، اذا يحبون العرب هم عرب، اذا يحبون العرب مصطفى صحيح. يعني احنا كنا شفنا اللي صار مصطفى، بس حتى نوضح الفكره. نعم. يعني احنا كنا شفنا اي مظاهره تطلع بالجنوب يتم قمعها، واخر شيء اللي صار بالبصره الناس طلعوا مظاهرات طالب بمي وخدمات توفير وظائف، ومن غضبهم حرقوا القنصليه الايرانيه. طبعا هناك من يتحدث بان القنصليه الايرانيه تم حرقها على يد احزاب وميليشيات، بس خلينا نكمل الفكره. ده نشوف احنا يوميا الميليشيات دعت تقتال الناشطين والمتظاهرين، يعني الجماعه هناك قوة، هناك ميليشيات ما يقدرون
يتحركون بحرية، ليطلع مظاهرة سلمية يغتال ويقتل. أنا أفرح مع على والديك. نعم. أخي العزيز، الله عرفه بالعقل ما عرفه بالقوة. إحنا من بداية هذا السرطان السرطان يصيب الجسم بالبداية يقدر ممكن أن تقص الطرف البسيط تتخلص منه، لكن من يصيب كل جسمك ينهيك. فاليوم صار بعد إيش؟ أكو مثل بس عيب واحد يقوله عقب ما سوت يقول لما ترجليها. أخي العزيز، هو وينهم الأكراد والشيعة؟ هم سبب دمار العراق. لا يجعلون الطيبين، لا يجعلون الطيبين. إحنا مو اليوم. نعم نعم، تعال شوف، تعال شوف المؤشرات. إحنا مو عندنا هم يدعون تمثيلهم أبو مصطفى، يدعون تمثيلهم لأهل السنة بالعراق، وشوف شو سووا بالمناطق السنية. صح؟ تسمعني أبو مصطفى؟ هذول ما يمثلون الأستاذ عمر. إي ولا ذولاك يمثلوهم. يعني أنت كل، يعني لو كان، يعني عذرا على هذه الكلمات، لو كان الشيعي مستفاد أو الكردي مستفاد، يعني ما راح يطلع لا بمظاهرة وهسه مدنهم كانت تكون معمرة وكلهم عندهم وظائف ومرتاحين. صح لو لا؟ لكن الظلم، الظلم الظلم، ويعني إن كان المناطق السنية نازحة، المناطق الشيعية ما عندها مي، إن كان الأكراد يعانون من قلة في الوظائف، يعني الظلم متوزع، وإن كان هناك فروقات بسيطة، لكن الظلم على الشعب، يعني يطلع رأسه يذبحوه يقتلوه. نعم. نحتاج إلى وعي، نحتاج بالفعل نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى أنه نبطل أنه مسألة هذه الرموز اللي 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 أصبحت رموز طبعا بعد الاحتلال الأمريكي وظلت تحكم البلد. نحتاج طبعا إلى ثورة فكرية وتوعوية، أنه يعي الشعب حقيقة بأن هذا كل الكلام وبأن هذه الحكومات التي جاءت وهذه الأحزاب وهذه الميليشيات وهذه المحاصصة وهذه اللغة الطائفية يجب الابتعاد عنها حتى نستطيع أن نبني البلد. أنا أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.